مع استمرار جائحة كورونا بالانتشار في دول العالم كافة، تتزايد وسائل مواجهتها يوماً بعد يوم. والتلقيح ضد الفيروس هو من أبرز هذه الوسائل وأكثرها نفعاً. آخر مستجدات عملية التلقيح هو توجه فرنسا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية إلى تحديد عدد الجرعات اللازمة لكل شخص بحسب حالته الصحية، إذ تتجه هذه الدول إلى تخصيص جرعة واحدة فقط من اللقاح للأشخاص الذين سبق وأصيبوا بالفيروس وللذين يتمتعون بمناعة قوية. تواصلنا مع الدكتور غسان الأعور المتخصص بالطب الداخلي والأمراض الجرثومية، وهكذا كان رأيه بالموضوع. بالنسبة للقاحات، أولاً بالنسبة للأشخاص العاديين اللي صحتهم منيحة وما عندهم أي مشاكل بالمناعة، يعني الأشخاص العاديين، هؤلاء الأشخاص التوصية الطبية بأنه لازم ياخدوا جرعتين من اللقاح. اللقاحات كلها اللي عم نستعملها بالوقت الحاضر، فايزر، موديرنا، سبوتنيك، اللقاح الصيني، اللقاحات الأخرى الحاضرة، كلها لازم الأشخاص العاديين ياخدوا جرعتين من اللقاح، عادة في فرق بيناتهم حوالي الشهر. هيدي هي التوصية الطبية. ليش جرعتين عند الأشخاص العاديين؟ لأنه أول جرعة بتبني أساس المناعة، ثم تأتي الجرعة الثانية اللي بتعزز هالمناعة هيدي وبتعليها حتى الإنسان يكون محصن ضد الإصابة بعدوى جديدة، خصوصا من الكورونا فيروس المتحورات الجديدة اللي بتجينا مع الوقت أو ممكن تجينا من محلات بعيدة بلدان تانية. فإذا الأشخاص العاديين واللي صحتهم منيحة بدهم جرعتين بحسب التوصية الطبية والخبرة الطبية بالتأكيد. ثانيا، بالنسبة للأشخاص اللي صار عندهم كورونا من قبل، هلق التوصية الطبية بالوقت الحاضر لا تزال أنهم ياخدوا جرعتين كمان، ولكن الدراسات اللي بنعرفها وعدة دراسات ودراسات جيدة جدا يعتمد عليها بتقول أنه جرعة واحدة ممكن تكون كافية، وهذا شيء صحيح وفي اقتناع كبير بهالتقارير هيدي من الدراسات الطبية، ولكن بعد التوصية الطبية بأنه لازم ياخدوا جرعتين. هلق هذا الشيء نحن كنا متوقعين أنه يتغير مع الوقت بالوقت القريب، ولكن ما تغير، لا تزال التوصية الطبية جرعتين. ولكن أنا رأيي الشخصي بأنه جرعة واحدة كافية، خصوصا عند الأشخاص اللي صار عندهم كورونا مع عوارض مهمة أو مع عوارض عالية. هلق بيبقى الأشخاص اللي ما حسوا بالكورونا، صار عندهم كورونا وعرفوا بالفحص البوزيتيف الإيجابي ولكن ما عملت لهم عوارض، هل إن أنتجت مناعة كافية من بعد العدوى الطبيعية مرة واحدة، يعني العدوى العادية؟ ما فينا نأكد هالشي هذا، ويمكن هذا هو يكون السبب بأنه لا تزال توصي بأنه جرعتين حتى عند هؤلاء الأشخاص. ولكن رأيي الطبي أنا الشخصي هو أنه جرعة واحدة ممكن تكون كافية، ومنوفر الجرعة الثانية لأشخاص آخرين بأماكن أخرى اللي هن بحاجة إلها لبناء أوسع مناعة جماعية. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم نقص بالمناعة، هالأشخاص هودي الدراسات بتدل على أنه جرعتين عادة ما عم بكفوا، ما عم بيكونوا كافيين حتى يعملوا مناعة عالية بالشكل الكافي أو حتى يشكلوا أي مناعة ضد الكورونا فيروس. لذلك على الأرجح الأشخاص اللي عندهم نقص بالمناعة، وهني مثلا الأشخاص اللي عندهم كانسر بياخدوا كيموثيرابي أو راديوثيرابي، الأشخاص اللي بياخدوا كورتيزون بجرعات عالية، الأشخاص اللي بيستعملوا أدوية معينة اللي منسميها بيولوجيكالز، الأشخاص اللي زارعين أعضاء مثلا مثل زرع كلوي أو زرع كبد أو زرع نخاع العظم أو أشياء تاني. فهالأشخاص هودي على الأرجح رح يكونوا بحاجة لثلاث جرعات من اللقاح لتشكيل مناعة يعتمد عليها، ولكن أيضا ثلاث جرعات مش ضماني بأنه يصير عندهم المناعة اللي يعتمد عليها، لا بل بده يصير عندهم فحص، بدهم ينفحصوا من بعد هيك تنشوف مقياس المناعة، وبالتشاور بين طبيب الأمراض الجرثومية وطبيب
طبيب اللي بيعرف عن صحتهم ونقص المناعة عندهم حتى ينعطى المريض أفضل فرصة من بعد التلقيح لتكوين مناعة جيدة. هيدي بتصير بالاستشارة الطبية طبعاً.